قال الرئيس: أؤكد على كلمة إخواني السادة النواب في أن توظيف الحكومة يجب أن يكون له أولوية كبرى قبل ما نلزم القطاع الخاص. طبعا أصبح المدرس الآن معالي الرئيس في وزارة التربية والتعليم وهو مدرس سوبر ما شاء الله، هو تخصصه إنجليزي، يدرس رياضيات، يدرس عربي، يدرس إنجليزي، يدرس جغرافيا. هذا يدل أن هناك في نقص في كفاءات المدرسين اللي موجودين، أو في حاجة لتوظيف عاجل في المؤسسة التعليمية. طيب ليش ما نوظف هذولين العاطلين اللي موجودين وخريجين أكاديميين تخصصوا في مجالات كثيرة من التدريس، وأصبح الحاجة مهمة لهم لأن نشغلهم في القطاع التعليمي. القوانين اللي تنظمها المواد في القطاع الأهلي، المادة 110 لسنة 2011، المادة 14 لسنة 2015 في المؤسسات الصحة الخاصة، 4 من القانون رقم 19 بشأن تنظيم سوق العمل، رؤية ولي العهد والحكومة الموقرة 2030 مفادها البحرنة. وهذه اللي نسعى ونجتهد معاه مع الحكومة.